زون سبور مع مهدي العيادي على EFM أحلى راديو. مرحبا بالجميع وشكرا على الاستماع في زون سبور. الساعة الثانية الساعة الأولى كنا حكينا على المستقبل هذه بالبرسا واستقالة عبد الستار بن موسى وكان حاضر معنا في المباشر واضح الأسباب الاستقالة. حكينا كذلك عن النادي الإفريقي وخذينا برشا وقت عن النادي الإفريقي وكذلك حكينا على الترجي التونسي واتحاد المونستيري. كم شي غدرنا في الساعة الأولى حمدي المرزوقي قال خلينا معكم 10 دقائق ويغدنا نعرفوا اليوم احتفالات كبيره براس العام. وقت تبارك الله جيت منور سي حمدي ريت برشا تليفونات خويا ليك في الكواليس اي موعد الكلام واللي صار وتفاعلنا شويه فهمتني على النادي الافريقي وعلى البطوله فما صارت تليفونات معلومه اللي نسوقها واللي اي يعني شبه مؤكده ل 99% المدرب النادي الافريقي باش يكون اجنبي ورانا في تونس. شنو هذا في التليفون جاك تو في البواجه؟ لا لا مش في التليفون. ما كبر باشني قبيله العصفوره العصفوره قالت هكا تسمع سي خالد اول واحد هبط علي الوحي اول واحد هبط علي يعني قلت لك 99% باش يكون مدرب اجنبي ومدرب يعني رانا في تونس. باش تهبط لك افيش حسب حمدي المرزوقي 99% مدرب اجنبي اللي يدير قلت لك 99% 1% راهو ماك تعرف في تونس 1% تنجم تغير كل شيء. لكن 99% التوجه المدرب اجنبي ورانا في تونس. يعني مدرب يعرف البطوله التونسيه عنده فكره على الملاعبيه واجنبي. واجنبي. واكتفي. علاش تكتفي؟ زيدني حاجه تغريب. لا فيه البركه. تو الجمعة جاية العصورة 99% مدرب النادي الافريقي حسب حمدي المرزوقي باش يكون اجنبي ورانا في تونس. هاك عليكم باش تبحثوا باش تراو اكثر. نجم نسمي لك برشا اسامي لو برشا لا برشا اسامي وما فهمت كل واحد حلل وناقش. وانت ترى الاجنبي هذا يعني قابل باش يطور النادي الافريقي في قيمة النادي الافريقي؟ بالنسبة لي انا شو الاختيار الاختيار الاجنبي اليوم في النادي الافريقي؟ بالنسبة لي انا الاختيار راني قلت لك لا يهمني لا اجنبي لا تونسي لا شخص في حد ذاته، انا اللي يهمني الكفاءة نتاعو. نقطة ورجع للستر يا مات. خالد حسب حمدي المرزوقي ونعرفوا اللي عنده اخبار صحيحة فهم كيفاش تعرف سعيد السابي راهو 13 نادي ما نحكيو سعيد السابي سيرسي هو يعرف كلمة سيرسي مش انا خلقتها هو خلقها ويعرف الضغط في النادي الافريقي. يقول لك 99% مدرب اجنبي ويعرف البطولة التونسية. ترى اليوم اي مدرب يعني اجنبي رينا في تونس يجي يطور النادي الافريقي يطور معاه رجل المرحله بلغه والله يشوف اسكو عنده وقت باش يخدم والا ليش باش نكونوا واضحين. احنا توا جاي كوب دافريك وجاي تريف دونك لو بلوتو بوسيبل انه تجيب مدرب اجنبي ولا مدرب تونسي ليسونسييل يكون في قيمه النادي الافريقي. ليسونسييل يكون مدرب ما يزمكش تجيب مدرب اللي ما يعرفش البطوله التونسيه ما يعرفش الملاعبيه التونسيين فهمت واضح. معناتها لازم يكون عنده درايه وفكره على الشامبيونات تاع تونس وعلى الملاعبيه وعلى الافكتيف. المدرب انت اذا كان باش يجيك مدرب ما يعرف حتى شيء على هذا الكل باش ياخذ برشا وقت ولوتو اللي باش يحط خدمته ولوتو باش يحط افكاره ولوتو باش يعرف يوظف الملاعبيه باش تزرب. معناتها ماكش انت في اول موسم اللي عندك وقت كافي باش تعمل بريباراسيون لي ماتش ويت اميكو نتاعك وفي عقلك معناتها تشوف متر لو جو اللي تحب عليه انت اون بلاس والديسبوزيتيف تكتيك والى اخره فهمت. دونك ان شاء الله ان شاء الله يكونوا موافقين في الاختيار وان شاء الله ان شاء الله المدرب اللي يجي يرجع الكلوب للسكه الصحيحه نتاعها وان شاء الله تلعب على الشامبيون ان شاء الله. قبل ما نتغادر الحمدي خلينا نحكيو على مباراه البارح اللي كانت مباراه بين الاتوال والملعب التونسي مباراه على الصداره مباراه على نقاط الحوافز وفات 0-0. كيفاش شريت المباراه حمدي؟ كل صراحه يعني المستوى الفني ما كانش مرتقاش الى مستوى عالي والى مستوى يعني عراقه تاريخ الزوز فرق نجم الساحلي اول ملعب التونسي. يعني كان فيه برشا اخطاء فيه برشا تقطعات ما شفناش يعني جمل كرويه يعني ما شفناش يعني دي كومبينيزون اللي نتمتعوا بها كرويا. لكن اللي كان اللي غلب الطابع نتاع الاخطاء والتقطعات اكثر منه يعني باش نشوفوا فون دو جو نشوفوا يعني ستيل دو جو نشوفوا يعني افكار اللي نتمتعوا كرويا كما شفنا في مقابله ترجي ونجم الرياضي الساحلي في المسابقة الإفريقية. يعني من المقابلة هذيك قاعدين لتوا ما شفناش مقابلة في المستوى هذاك. لكن أحقاق للحق يعني كان ملعب التونسي كان هو الأسبق وكان هو الأقدر وكان ينجم هو اللي يحصد 3 نقاط قبل نجم الرياضي الساحلي لأنه ريال مو في المقابلة ككل نشوفه يعني فرصتين يعني كادري بالنسبة للملعب التونسي فرصة واحدة بالنسبة لنجم الرياضي الساحلي.
ميم حتى نجم الرياضي الساحلي يعني هجوميا ما شفناش لي باسك اللي في الانترفال ولي زانترليني اللي يخلقوا الفارق، ما شفناش الملاعبيه يعني اللي على الاطراف والا اللي جايين من التالي اللي يعملوا في الفارق، ما شفناش يعني نجم الرياضي الساحلي هجوميا يعني بكل صراحه فما عقم هجومي اللي قاعد يعاني منه النجم الرياضي الساحلي لتيله الفتره الاخرانيه هذيا اللي خلاه الى حد الان يعني ماهوش قاعد يسجل في اهداف، والاهداف اللي تسجلت بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي في البطولة بريسك كلهم على ديبالاريتي، وكان حمزة جلاسي هو الهداف. يعني هنا يوريك اللي فما الضعف على مستوى الهجومي بالنسبة نجم الرياضي الساحلي، لكن على المستوى الدفاعي كان يعني اوروزمو يعني كان واقف كان يعني موجود اللي نقص وقلل من خطر ومن خطورة الملعب التونسي اللي كان يعني بكل صراحة ملعب التونسي في المقابلة هذه يلعب على الإمكانيات متاعه، لعب بتكتل ولعب على الجو رابيد والليزاتاك رابيد اللي كان يعني مخطر فيهم بالنسبة للملعب التونسي، وبلوز موا كان ينجم ينتصر ويخرج بثلاثة نقاط. حمدي يعطيك الصحة، بارك الله فيك، كل عام وانتي حي بخير. سعيد جدا الموسم هذا 2023 كنت معنا في زون سبور، ان شاء الله نراوك ديما معنا في زون سبور. حاجة اخرى انا فرحان برشا اللي عرفت راجل كيفك، يعطيك الصحة حمدي، تغادرنا خويا نعرفوا الالتزامات راس العام، بارك الله سلام على العائلة كله، يعطيك الصحة بارك الله فيك. نخرجوا بيب ونقعدوا نحكيوا على مباراة البقلاوة والنجم الرياضي الساحلي. انتم تسمعوا في زون سبور مع مهدي العيادي على اي اف ام احلى راديو. انتم تسمعوا في زون سبور، شكرا للناس كل تسمع فينا. كنا نحكيوا على المدرب الجديد لنادي الافريقي حسب حمدي المرزوقي، 99% باش يكون مدرب اجنبي. عبد الستار بن موسى كان في الساعه الاولى حاضر معنا وحكي على سبب الاستقاله نتاعو، نحكيوا توا على مباراه الاتوال والملعب التونسي. مرينيش كورة كبيرة البارح خالد في المباراة اللي كنا نستنيو فيها باش تكون مباراة القمة، تعرف المتصدر البقلاوة والتوال على أجل نقاط الحوافز. صحيح، يظهر لي شخصيا كنت نستنى نتوقع في مقابلة خير برشا الحقيقة، فيو الكاليتي متاع جمعية الزوز، فيو الوجه الكبير اللي قاعد تقدم فيه استاد في الماتشوات الأخرانيين. مقابلة كانت مسكرة شوية، غلب عليها الطابع التكتيكي، ما شفناش برشا فرص واضحة. مقابلة متوسطة الحقيقة، أنا كنت نتوقع باش نشوف ملعب تونسي خير من هكاك الحقيقة، خاطر كنت نحكي أنا في الأوف كنت نتوقع أنه كان يجازف أكثر. صحيح، فيو أنت عندك 6 ماتشات وما خسرت حتى ماتش، داخل في الربح خارج من الخسارة، مترشح للبلاي أوف، عندك جمعية واقفة، عندك أون بون إيكيب. أنا جوري بريفيري معناتها نشوف الملعب التونسي خير من هكاك، يجازف أكثر، يطلع أكثر، يقلق أكثر النجم الرياضي الساحلي. فهمت، يمكن هما لعبوا بلوك مويان وحاول باش يلعب على ترانزيسيون رابيد فيو الكاليتي نتاع لي زاتاكون نتاعو اللي عنده دي جوار رابيد. كاو في بعض الأحيان شفنا زادة برشا تكتل دفاعي، ما شفناش فرص واضحة الحقيقة، كنا نتوقع في مقابلة مخير، مقابلة متوسطة. كاو غضب كبير من جماهير الإتوال على أداء النجم الرياضي الساحلي، الناس كل تحكي على منع انتداب، لكن خلينا نحكيو اليوم ما فماش منع انتداب لحد الساعة هذيا، لكن فما مجموعة باهية. ما نظنش أنا اليوم أي مدرب في تونس يتمنى باش يكون ياسين الشماخي موجود، يوسف العبدلي موجود، جزيري، أسامة عبيد، حمزة جلاسي، جاسر الخميري، علي جمل، الإفكتيف موجود ومحترم جدا في النجم الرياضي الساحلي، لكن برشا غضب خالد على الأداء نتاع الإتوال. سي نورمال، حكينا قبيل على الانتظارات نتاع جمهور الكلوب والانتظارات نتاع جمهور الترجي، زاد راهو جمهور النجم الرياضي الساحلي راهو جمهور كبير و مستانس بالالقاب وديما معناتها انتظاراته كبيره. فهمت، معناتها كي يشوف الاداء نتاع في الفتره الاخرانيه سورتو اداء متذبذب، باش نكونوا واضحين، معناتها دي او اي دي با. صحيح. حتى الفورمه نتاع الملاعبيه معناتها تحس انه الملاعبيه ماهمش كلهم فرد فورمه، حتى سور لو بلان فيزيك نشوفوا نحسوا انه ليتوال ماهيش في التوب نتاعها. فهمت، دونك سي نورمال باش الجمهور يكون غاضب والجمهور يكون ساخط على الجمعيه نتاعو. فما الفترة توا نتاع الانتقالات، النجم قادر انه باش يشوف معناتها شنو ناقصو في الرصيد البشري، باش تتنفس الملاعبيه بعد الباركور نتاع الكوب دافريك والشامبيونان هذيا، يعاودوا يخدموا على رواحهم ويركزوا، وان شاء الله نشوفوا في النجم في وجه مخير في البلاي اوف ان شاء الله. بالنسبه للملعب التونسي اوبجيكتيف تاع بلاي اوف او الملعب التونسي ظهر لي صلح اموره بعد نجم نقولوا بدايه كانت باهيه وبعد تراجع كبير في الروتور، 6 مباريات 5 انتصارات وتعادل البارح.
والله شوف من الفرق اللي كي سي ديسانغي الحقيقه السنه نشوفوا معناتها ليفيكتيف نحكيو لوجيك فيه برشا ملاعبيه اللي عندهم اكسبيريونس واللي لاعبين في جمعيات كبار في تونس. صحيح. نشوفوا كاليتي جوور معناتها ممتازه برشا، نشوفوا فوليوم دو جو معناتها مش قاعده تربح كيما نقولوا احنا بالزهر ولا قاعده تربح. فما خدمه وفما ستاتيو موجود. فما خدمه نتاع مدرب، فما كوليكتيف وفما انديفيدواليتي زاد معناتها حتى كي غيب الكوليكتيف نحسوا انه فما ملاعبيه بالانديفيدويال قادره باش تصنع الفارق، وشفناها هذايا في المقابلات الكبيره خاصه معناتها كي نشوفوا ستاد في المقابلات الكبيره قدمت مقابلات كبيره الحقيقه كسوا كنت الكلوب في الالي ولا في الروتور، وكيف كيف كنت نجم في الالي ولا الروتور الحقيقه حسب رايي باش ما تنجم ستاد السنه تطمع باش تلعب معناتها على الادوار الاولى الحقيقه معناتها بالافكتيف اللي عندها كيما في فتره الانتقالات نتصور زاد انه باش تتحرك الهيئة المديرة نتاع الملعب التونسي باش يحاولوا ينتدبوا ملاعبية اللي ناقصين الحقيقة سورتو في وسط التيران. انا حسب رايي انا فهمت حسب رايي انا استاد ناقص ان جوار دو كاليبر في وسط التيران. هو البارح راه فما زوز غيابات سند الخنيسي ولا لامين دا. اوكي ماشي معاك سند الخنيسي ملاعب برشا وقاعد يقدم في 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 سيزون كبيره كيف لامين دا، ولكن تحس انه الوسط نتاع الملعب التونسي مستحق ان جوار دو ميتي فهمت، مستحق ان جوار ديكسبيريونس اللي يربط بين الخطوط الثلاثه، الملاعب اللي كيما نقولوا احنا يعطي الباس الاخر، الملاعب اللي تلقاه في الفينيش وتلقاه تلقاه في 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 بدايه الهجمه في الكونستركسيون فهمت. الحقيقه سي تون تري بون ايكيب قاعده في فتره كيما نقولوا احنا نتاع فورما، ان شاء الله يزيدوا يخدموا على رواحهم في التريف هذيا. واني قلت لك انا الحقيقه باش نشوفوا حسب ما نشوف توا بشير باه في البلاي اوف، عندنا جمعيات باهين ان شاء الله نشوفوا حاجات باهين في البلاي اوف. نسمعوا حمادي الدو مدرب الملعب التونسي اللي حكى البارح على مستقبل الفريق في البلاي اوف. فرحان بالنتيجه صحيح، هو الهدف الاول تاعنا هو نترشحوا للبلاي اوف، لكن كانت عنده ديزوبج كثير اخرين انه نكونوا الاولين في البلاي اوف، لكن يمكن مانيش مش نقولوا الاولين مش نقولوا الثانيين، هذا مش مشكل. النقطه هذه اللي ضيعناها اليوم ان شاء الله نعوضوها في مرحله البلاي اوف. اللي فرحان به هو الانضباط تاع الملاعبيه، الابليكاسيون، الروح الانتصاريه تاعهم، وليتا ديسبري سورتو تري بوزيتيف، اجواء ممتازه في الملعب التونسي، اجواء ممتازه في الفريق، ان شاء الله نواصلوا في الفرح في المرحله الجايه ان شاء الله. اهم زوز كلمات قالهم الانضباط وبرشا جو في الملعب التونسي والروح موجود. بالطبيعه انت كي يبدا عندك ان جروب كي في بيان، وكي يبدا عندك ان جروب نظيف، كي يبدا عندك ان جروب كيما قلت لك قبيله فيه برشا جوارات ديكسبيريونس، معناتها كي نشوفوا سامي هلال حارس مرمى، كي نشوفوا هيثم الجويني، كي نشوفوا الحناشي، كي نشوفوا برشا جوارات اخرين. تكلم السيد سمير انا قلت له بلال الماجري. فوالا بلال الماجري معناتها سند الخنيسي. مدافع حمزه بن عبد اللي قاعد يلعب في سيزون وترى لا ما خاصه حمزه انا نعرف برشا منهم لعبت معاه معناتها سيتان جروب نظيف برشا. انا بالنسبه لي انا زوز لاعبين مهمين برشا في الملعب التونسي هما يوسف السعفي اللي جاي من هلال مساكن، لاعب ممتاز ما لعب كاليتي عنده، وحمزه الخضراوي اللي عنده كاليتي باهيه، هو الجروب الكل يعني تبارك الله عليه. صحيح معناتها ان بون جروب كيفي بيان ان بون جروب، وعندهم عين راهو عندهم عين في الانتدابات. صحيح خاصه السنه. صحيح في السنين الاخرانيه نشوفوا في انتدابات باهيه معناتها في ستاد تونسيا واللي قاعده تقدم في الاضافه. الفريق رجع اليوم هيثم الجويني جرس الملعب التونسي باش نلقاوه في كان الكوت ديفوار. اكيد نسمعوا انيس بن فلاح الناطق الرسمي يحكي على ليزوبجيكتيف تاع الملعب التونسي في البلاي اوف. الاوبجيكتيف اللي رسمناه من اول الموسم هو الترشح لمرحله التتويج، خلطنا له توا اقل شيء معناه باش نكونوا في المركز الثاني، معناها نقعدوا نستناو توا نشوفوا النتائج نتاع الجوله الاخيره. الحمد لله بون هذه حاجه وتعديناها، بالنسبه لي انا وبالنسبه حتى للهيئه المديره نتاع الملعب التونسي ماهوش اكسبلوا كبير على خاطر حاجه عاديه باش الملعب التونسي يمشي للبلاي اوف، على الروند مور اللي نعملوا فيه، على الافكتيف اللي عندنا. بون توا هذه فاز مشيت على روحها، فما تريف توا وان شاء الله معناها نخدموا فيها مليح باش نكونوا حاضرين كما يجب للبلاي اوف ان شاء الله. تحس الناس حاطين ساقيهم في القاع، يعرفوا ايش يحكيوا، يعرفوا كيفاش يوصلوا هكا بتيتا بتي، ما قالوا حتى شيء، جوست راهو الاوبجيكتيف وصلنا له والسلام عليكم. ان شاء الله ما يحطوش بريسيون نيجاتيف، معناتها بريسيون نيجاتيف على الملاعبيه في البلاي اوف، خاطر توا قاعدين نشوفوا انه سي ان جروب كي في بيان، سي اون ايكيب تلعب ريلاشي الملاعبيه، معناتها على ذاك نشوفوا في الريزولتا. ان شاء الله في البلاي اوف ما تتحطش بريسيون نيجاتيف على الملاعبيه اللي من شانها باش تاثر على المردود نتاعها.
نكملوا بقية المباريات. أولمبي البيجي خسر في قفصة من قبل القفصة 1-1 بونتو كوت بار دقيقة 63، وكما كنا حكينا أول ما الحصة نتاعنا مستقبل برشا البارح خسر على اتحاد تداوين 1-1 بونتو ويلي فابيان ويلي في دقيقة 72 اللي خلى عبس الطرب الموسى يستقيل. ماتش اللي قلت لي مشوق الثاني بعد ماتش الترجي ومستير السيابي ومتلاوي 4-2 دوبلي اللي طيب بالزيتون في راس العقبة ويوسف فلاح للسيابي، وبالنسبة للمتلاوي هاشم خليفة وأحمد ولد الباهي هو اللي سجلوا الأهداف. السيابي رسميا في البلاي أوت مع 4 نقاط حوافز. الأوبجيكتيف ما كانش هذا للسيابي، خلينا نكونوا واضحين، سمير يعقوب رئيس النادي كان موجود لهنا وكان فاكت الإذاعة كان الأوبجيكتيف هو البلاي أوف. فشل السيابي باش يوصل للبلاي أوف، وجماهير السيابي ديما غالبا تقول لك كل عام نلعب على البلاي أوت بالرغم من الأداء والجروب والفكر نتاع الهيئة المديرة والمدرب، يعني في ليدونتيتي نتاع السيابي رجعت مع الهيئة المديرة هذه. تصور شوف كان بدا ماهر من اول سيزون، تصور نادي بنزرتي رانا شفناها في البلاي اوف الحقيقه، معناتها الوجه نتاع النادي نتاع الجمعيه تبدل جمله من بعد ما جاء ماهر كنزاري. كلنا نعرفوا ماهر كنزاري معناتها مش غريب على نادي البنزرتي، مع المشاكل الماديه مع المشاكل نتاع الجروب اللي ما فماش برشا اسامي نحكي لوجيك، معناتها الوضعيه الماديه اللي تعدى بها النادي صعيبه، تعويل على شبان النادي، شبان النادي ما تاوش من اول ما مع اول الموسم صحيح ديبار كان صعيب، لكن من بعد بشويه بشويه مع بالمقابلات شفنا تحسن كبير في النتائج. وجه النادي بنزرت تغير وحتى اللاعبين، النادي بنزرت عمل زوج مباريات مع لاعبين معينين بعد تبدل منذ قدوم ماهر كنزاري. منذ قدوم ماهر كنزاري فما 5 لاعبين من النادي بنزرتي، واحد عمره 17 سنه، زوج 18 سنه، 17 سنه هو عمر علوس، 18 سنه هو لاعب علاله محور امين علاله، معها ريان الرحيمي 18 سنه، امين على 18، عمر على 17، في راس الحكم 19 سنه، واياد الميداني 19 سنه. مش غريب على نادي بنزرتي، وهذا ماهر كنزار يعني منذ قدومه كان ديكتور تكنيك عمل شهرين وفكر نتاعو يعني حطه في نادي بنزرتي. شوف انا كنت حكيت معه في اول موسم، معناتها هو كان ديكتور تكنيك في نادي بنزرتي لكن لما استحقوا نادي بنزرتي في خطه في خطه مدرب، معناتها ما قالش ليه ولبى نداء الواجب. الحاجه الباقي اللي ربحتها كما قلت انت تاو لي جون تاع الكلوب هذوما، معناتها يمكن النقطه المضيئه الباهيه في الديبيوت سيزون انه النادي بنزرتي عاول على الملاعبيه الصغار هذوما، وكما قلت لك معناتها اذا كان باش يلعب مرتاح في بلاي اوت باربع نقاط حوافز زاد تخليه مرتاح نوعا ما، بالطبيعه باش يدخل البلاي اوت باربع نقاط حوافز مع يزيدوا ياخذوا ثقه في رواحهم الملاعبيه هذوما، يزيدوا يفهموا المدرب اكثر، زيد تو فتره باش يزيدوا يخدموا فيها اكثر مع بعضهم. نتصور باش تكون فما انتدابات، ما نتصورش انه نادي بنزرتي الحقيقه باش نشوفوه في نتصوروا باش يقعد في الرابطه الاولى، وعلاش العام الجاي عاودي يلعب على المراتب الاولى. عمل برشا حاجات اخرى ماهر كنزاري، خلينا نسمعوا شنو حكي على المباراه نرجع لك بعد باش نحكي لك على حاجه عملها ماهر كنزاري في نادي بنزرتي. فيليسيتاسيون للبوبليك اللي جا للنادي بنزرتي، للملاعبيه اللي عملوا قاعدين يخدموا عندهم مده طويله، معناتها هذاك يعني تادي سبري محترم جدا وعلى مستوى محترم ياسر. قبل ما ندخل في الماتش سامحني مراد بعد تبيك نحطوا الماتش في اطاره، يعني سيتي بالنسبه لنا نحن معناتها بلوز امبورتون، معناتها جريت ماتش الجمعه اللي فات ربحناه ما كانش مهم كما ماتش اليوم، خاطر ماتش الجمعه اللي فات ما ربحناش اليوم ما عنده حتى قيمه، كان خسرنا الجمعه اللي فات لازمنا نربحوا اليوم ما عندناش مشكل، دونك الماتش كان مهم برشا بالنسبه لنا نحن سي تري بيان بريباري. هذا ماهر كنزاري مدرب السيابي. خالد طيب بن زيتون تعرفوا لاعب محور نادي بنزرتي الاكسيال تاع نادي بنزرتي، ماهر كنزاري منذ قدومه ومن يتعافى من الاصابه طيب زيتون ولا مهاجم بدل بوست الحق، وهذا ماهر كنزاري له معروف في نادي هذا البنزرتي، يمكن انا قريب لنادي بنزرتي بحكم ولد الجهه ونعرف برشا حاجات على السيابي. ماهر كنزاري طيب بن زيتون من محور دفاع رد مهاجم البارح مركز دوبلي عنده العين راهو ايهاب المبارك كان رياض الرواي يحب يلعب وليه، شوف حمزه المثلوثي كان مهاجم كيف ردوا رياض الرواي. شوف ماهر كنزاري راهو مش اليوم يلعب في الكوره، معناتها تبارك الله كارير كان لاعب كبيره برشا وكارير كمدرب راهو عنده برشا تو، معناتها اكسبيريونس كبيره في التدريب، وانا كنت ترينيت عنده في زوج جمعيات الحقيقه، اونترونور قدير اونترونور كبير، يمكن ما مشيتش معاه ما هزش برشا تيتروات، مي يستحق برشا تيتروات ويستحق معناتها باش يكون في مكان خير من هكا برشا، يمكن كما قلت انت معناتها كانت قلق قبل مع ليناتيف تاع كاترفانديس نذكروا كيفاش في الكوب دي موند، صحيح برشا جمعيات عدا بها معناتها برشا جوارات صغار تلانسيو
في جورة مير كانزاري معناتها سي سي تان كونيسور اللي عنده العين كما قلت انت فهمت برشا جوارات زادت تألقوا معاه وطلعوا في النادي بنزرت لكن عنده خاصيه شفتها في يعني يبدل برشا لي بوست تاع اللاعبين يبدل برشا لي بوست وشوف حتى في المقابلات راهو ماهر من نوع نتاع معناتها المدربين اللي كي ما يمشيش مع تكتيك مش يكبش في التكتيك هذاك ولا يصحح راسه معناتها يلعب بالعاطفه في المحور في عادي جدا في مقابله راهو يبدل دوتر وتكتيك عادي جدا معناتها لازمك انت كم لاعبي تكون حاضر لشيء ذي ما يلعب معاه إلا اللي بشي يطبق واللي يكون سور لو بلون تكتيك معناتها يعرف يقف ويعرف يتأقلم مع لي ديسبوزيسيف تكتيك كما نقولوا احنا المختلفين. يعطيك الصحة خالد هذه حوصلة كاملة على الجولة السادسة البارح اللي فيها برشا اخطاء تحكيميه مش من الجوله هذه علاش امين بارك الله بحذنا امين شكرا اللي خليك قعدت تستنى فينا باش نحكي وهذا حكم اللي تعرف سكوبيت تاع حمدي المرزوقي والحوار شيق مع خالد مليتي. امين المباريات وريناك البارح حتى في السوشيال ميديا في الفيسبوك كتبت على التحكيم وكنت غاضب برشا على التحكيم اهم اخطاء تحكيميه. نبدا بالمباراه الاولى الترجي والاتحاد المنستيري كيفاش ترى الاخطاء التحكيميه في المباراه هذه؟ به هو الجولة هذه الساعة منذ البداية أنا الحقيقة نعتقد أنه قراءة التعيينات نعتبرها قراءة خاطئة لأنه فما مباريات كان نزم نزيد ونعطيه فيها فرصة أكثر للشباب والشبان الحكام الشبان والصاعدين اللي كنا أعطيناهم في وسط الموسم. وكنت أتذكر أنا بحذيك هنا مادي قلت له موس لازم نعطيهم ماتش خليهم يستنيه. وهكا اللي صار. يعني اعطيناهم. كانك شميت ولا عندك اخبار؟ لا مش عندي اخبار انا عندي قراءة. قراءتي سليمة للادارة يعني نعرف. تعرف صحيح. ود الادارة. على كل حال ما يهمش توا اللي صار صار. صارت المباريات وديما بعد المباريات نزموا نحكموا اكثر. لقاء الترجي الرياضي التونسي والاتحاد الرياضي المنستيري حسب قراءتي انا هو التعيين الوحيد السليم. نعتقد ان خالد جويدر في المكان المناسب لقاء قمه بين الترجي الرياضي وما بين الاتحاد الرياضي المنستيري. خالد قاعد يعدي في سيزون البرفورمانس نتاعو جيده الحقيقه البارح ادار لقاء القمه ويستحق اداره هذا اللقاء. توا المقابله شنو فيها عموما الحقيقه من الناحيه البدنيه من ناحيه التمركز من ناحيه اللياقه البدنيه الحقيقه رينا حكم عصري نجمو نبنيو عليه ونقول انا بكل صراحه انه لو كان البارح زي الفار ويخسر مع الناس فار الحقيقه في الفاز الاولى لانه ملاحظه الفار كان ينزم يبدل برسا ترتيبه لانه برسا فرق استفادت من اخطاء التحكيم وتضررت من اخطاء التحكيم يعني مش فريق واحد ولا فقط لا تقريبا كل المباراه هذه شو عنا فيها ديزاكسيون الاتحاد المنستيري الاتحاد الرياضي المنستيري عنا دقيقه ثامنه انذار لياسين مرياح للاحتزاز قرار سليم من الحكم ثم في دقيقة تقريبا 14 نفس اللاعب يقوم بهفوة قطع هزمة واعدة لهجوم الاتحاد الرياضي المنستيري كان عليه انذار لاعب ثاني ورقة ثانية وإقصاء. علاش ورقة حمراء؟ لأنه مهم جدا علاش ورقة صفراء لأنها هزمة واعدة. شو معناتها هزمة واعدة؟ هزمة واعدة اللاعب كان مسيطر على الكرة وفي لحظة هذيك ما كان تواجد المدافعين وما كان تواجد المهاجمين كان ممكن أنه يمرر تمريره لزميله اللي هو موجود في الصورة للأسف مع الناس الحقيقة الصورة وكان يدخل بها للساز متر سنكونت يعني المنطقة العمليات وكان ينزم يخلق منها فرصة وبالتالي قطع هزمة واعدة ورقة حمراء نعتقد مستحقة كان لياسين مريح. الهدف هدف الترجي الرياضي التونسي هدف الترجي في توزيعة الكرة كان فما تماسك ما بين رودريغيز وما بين مدافع الاتحاد الرياضي المنستيري انتهى بجذب قوي من قبل لاعب الترجي الرياضي التونسي رودريغيز. في لحظة الجذب أكيد الحقيقة أنه تمركز اللاعب ومتابعته للكرة للحكم ما خلاهش ياخذ القرار السليم وما خلاهش يرى اللقطة في راس أومارو وبالتالي يرى هدف لكن هو مسبوق بمخالفة في مسار الهدف وكان عليه إلغاء هذا الهدف لوجود مخالفة تسبق مخالفة من رودريغيز على فابريس لا سيالة متاع
الاتحاد المنستير. بالضبط. بالنسبة للقطة الأخيرة هي لقطة التلاحم والتشابك ما بين لاعبي الفريقين. الحقيقة هنا مع الفوق ذيك مع وسيم أبو قرة كان عمل خطأ على لاعب شهاب جبال. هذا ما فيهش كلام. ورقة صفراء صحيحة ولا ورقة حمراء؟ الحكم مشى قام بالواجب أعطاه ورقة صفراء. ماهيش ورقة حمراء. ماهيش ورقة حمراء. ما فماش ورقة حمراء. واضح. قرار سليم من الحكم. شهاب يعطي ورقة صفراء. صارت ردة فعل من لاعب الاتحاد الرياضي شهاب جبال. بعد أعطاه ورقة صفراء لكن تطورت الأمور. فما اللاعب رقم 28 النفزي فما لكمة ما رهيس الحكم ما رهيس المساعد الثاني المساعد له. الحقيقة هنا كان على الحكم الرابع أنه يقرب أكثر لأنه كان بعيد على اللقطة كان يقرب أكثر بس ينزم يعاون بس ينزمه يتفرزه ويعطيه القرار السليم. لهنا نجم نقوله فما تغيير في النتيجة من بعض الأخطاء التحكيمية فما تأثير على نتيجة المباراة الحقيقة فما تأثير. فعندك ورقة حمراء في دقيقة 15 ياسين مرياح عندك هدف مسبوق من مخالفة. للأسف أنا نقول بارح مقابلة الاتحاد المنستيري والترجي الرياضي للأسف تنقصها المر. واضح. بالنسبه لمباراه الملعب التونسي والنجم الرياضي الساحلي برشا كلام. بالنسبه لمباراه بالنسبه لمباراه الملعب التونسي والنجم الرياضي الساحلي عندنا فيها زوز لقطات تقريب متشابهين اللي هي اللقطه في دقيقه 43 هجوم للملعب التونسي توزيعه كره في اتجاه هيثم الزويني يتم المسك من قبل مدافع النجم الرياضي الساحلي وهنا شنو هو سيه مخالفه المسك لانه مهم جدا انه نفسره. هو حدوث احتكاك مع جسم او قميص المنافس مما يعيق تقدم المنافس وهذا اللي صار البارح في لقطه هيثم الزويني. الزويني ماشي للكره يتم مسكه يتم عرقلته كان على الحكم والمساعد الثاني زاد كان عليه انه يعطيه لانه السونت فيزيون نتاعو احسن رغم انه السونت فيزيون راهو تحت سيطره الحكم. ضربه جزاء واقصاء مدافع النجم الرياضي الساحلي في هذه اللقطه. بالنسبه لدقيقه 83 نفس الشيء هيثم بلال المازري بس يمشي بيتوجه نحو المرمى يتم مسكه من قبل اللاعب زاسر الخميري. هنا الناس تسال تقولك لا تمسك خفيف ما فماش تمسك خفيف او تمسك قوي هاو بحذانا مدرب مساعد بحذانا لاعب سابق وقت اللي لاعب يبدا مسيطر على الكوره اون بلان فيتيس اي احتكاك واي تلامس يفقد التوازن نتاعو وبالتالي يتحمل مسؤوليته اللعب. علاش المهاجم يحط في يده على المدافع فماش مبرر زوج ضربات جزاء يعني زوج ضربات جزاء وايضا ورقه حمراء لزياسر الخميري في هذه اللقطه يعني عن زوج ورقه حمراء وزوج ضربات جزاء حاس خبيرنا تحكي مين بكلا حل بارونتيز ونتعديه واجدي بن ساسي الكاتب العام كان قبل ليلة من المباراة احتاج في إذاعة موزايك وقال رانا نحتاج على تعيين نعيم حسني لهذه المباراة. نعيم حسني عنده برشا ما زفرش له شكونوا واضحين خطأ في التعيين صدق يعني نعيم ما كانش في تونس زين هالأربعة ما فماش علاش تعيين فيه بصدق بكل أمانة كان ينزم يتم إبعاده على هذه المباراة لكن للأسف يعني فما أمور تتجاوزني أنا وتتجاوز الرأي العام للأسف. مقابلة نادي الفريق نقفوا عليه هذا شو معناته تتجاوزك كنت الجزاء كانك وصلت مساج لا مساج لهنا بلاتو كانت تحب عندك توصل مش احنا نعينه مش احنا واضح. نعينه واضح اللي عين يتحمل مسؤولية خطأ هذا أنا هذا شنو رأيي واللي عين سامحني خل واللي عين لازم يحمي حكامه قبل ما يحمي نفسه بالتعيين بالطبيعه. سؤال اسكو في المرحله تاع البلاي اوف اسكو باش نلتجئوا ليزاربيتر ايترونجي ولا باش نكملوا بليزاربيتر التوانسي؟ ذاك قرار سيادي للمكتب الجامعي خاطر اذا كان حسب رايي الشخصي هي الفار بوجود الفار باش تنقص شويه كمان الاحتجاجات لكن عمنا ورينا بالفار وفما بونتوات تحسبت خاطر فما ازمه ثقه. مباراه النادي الافريقي والمستقبل الرياضي بسليمان بالنسبه لهدف النادي الافريقي المسجل في دقيقه 13 هدف النادي الافريقي فيه زوز لقطات. اللقطه الاولى في مسار الهدف صارت مخالفه خطا على لاعب مستقبل سليمان تتواصل العمليه خطا واضح الناس كلنا واضح لا جدا. كيف في نفس المسار اللاعب يجري صار كونتاكت خفيف طاح الملاعبي هذاك خطا واضح. يعني الاهمال هذاك تتواصل العمليه ياخو زعلوني هكا لاعب النادي الفريق الكره غايف زعلوني غايف يصوب لكن شرينا وقتها فما لاعب النادي الافريقي في خط المرمى هو في وضعيه تسلل لحظه تنفيذ الكره وعلى نفس خط رؤيه حارس المرمى في منطقه المرمى
كان هنا على الحكم المساعد الحقيقة أنه يلفت نظر الحكم لوجود لاعب في تسلل والحكم يقدرها أنه فما تسلل وبالتالي كان الحقيقة هدف غير شرعي وعليهم إلغاء هذا الهدف. في نفس المسألة عندنا دقيقة 24 ودقيقة 37 ودقيقة 42 انفرادات للاعبي النادي الإفريقي يتم رفع عليهم التسلل ما هيش موجودة. فماش تسلل. ما فماش تسلل كانوا في حالة انفراد راس راس كانوا يعني بشمسي ولكن الحكم المساعد الثاني عبد السلام شرابي رفع الحقيقة الراية وهنا دعوة لأكثر التركيز في هذه المسألة. عندي ملاحظة إيجابية الحقيقة عندي. هذوما ثلاثة مباريات اللي كانوا عليهم. ثلاثة مباريات اللي أنا قريتهم الكل راهو المقابلات. نعرف. لكن هذوما اللي فيهم كما نقول. نعرف مجتهد وتعرف تحضر خبرتك. بالنسبة لمقابلة المستقبل الرياضي بالمرسى واتحاد تطاوي. أنا نقول ونبشر بميلاد حكم مستقبل واعد اللي هو حسني النيلي. قدم مقابلة ممتازة. قرار سليم في الورقة الحمراء لأنه قطع فرصة محققة لتسجيل هدف تحكمه في المقابلة. ملعب المرسى في خصوصية هذه أول مباراة لي أول مباراة لي ملعب المرسى في خصوصية اللي هو صغير واللي هو من أصعب الملاعب للحكام على مستوى التنقل والتمركز وكان جيدا جدا تمركزاته جيدة تصفيره كان هذا كان سليم في أولى المقابلات متاعه والحقيقة يعطيه الصحة ما صعبهاش على روحه وقدم أداء متميز. زاد عندي الحقيقة ملاحظة في مباراة النادي الرياضي البنزرتي والاتحاد الرياضي بتطاوين ملاحظة وتحية الحقيقة للمساعد الثاني خالد الزير اللي قدم مقابلة جيدة جدا فما لقطها دقيقة في الأهداف خاصة في هدف المتلاوي الأول بالضبط وكان الحقيقة واقف جيدا ومتمركز. وتحية زيادة للحكمين المساعدين حمزة زلاصي وأمان الله الحزري في مقابلة قوافل الرياضية بقفصة والأولمبي البازي اللي كانوا زوز حكام مساعدين كانوا متميزين في مقابلتهم كان عندهم حضور جيد وأنا نقول تأخر صعودهم لكن الحمد لله هذا التعيين الثاني ليهم وكان فما الحقيقة تصحير للمساعدين في الفترة السابقة اليوم خذوا حقهم وإن شاء الله نزيدوا نراهنوا على الناس هذوما ونراهنوا زاد على الشبان ونزازفوا بالشبان خاطر بالشبان نزموا نخلقوا زيل جديد وثقة أخرى. رينا البارح أول تعيين للحكم متاع مباراة المستقبل مرسى النيلي النيلي رينا ثاني مباراة لخليل ترابلسي وثاني مباراة خليل الجري رأيك فيهم؟ أنا بالنسبة لي أنا هذوما اللي جاب من اللي جاب انا بالنسبه لي انا قلتها زاد في نفس البلاتو هذوما ناس وفي بلاتوات اخرى اي وفي بلاتوات اخرى ناس قدمت نعاونوهم نقدموا معاهم حكام صاعدين التقييم ما يصيرش كيما تقييم تاع حكم صاحب خبره ولا حكم دولي نعاونوهم الجمعيات يعاونوهم زاده اللاعبين يعاونوهم باش نزموا نخلقوا الجيل الجديد الجيل اللي حسنا به واخت خليل الجري وخليل طرابلسي وحسني النيلي وعبد الحميد بدر الدين ووليد العوني فما جيل صاعد زاده الحقيقه فما خدمه قاعده تخدم على المستوى الرابطه الثالثه والرابطه الثانيه فقط اللي نطلبوا انا يعني مثالس لاداره التحكيم اكثر تناسق اكثر تنسيق خليني نقول يعني كورديناسيون بيناتكم في الخدمه بس ننجموا نخلقوا جيل جديد ونزازفوا هذه احسن فرصه بس نزازفوا بالحكام الصاعدين ونخلقوا جيل جديد وثقه متزده. خالد عندك مضيفه تحكيم عندك سؤال جوست نصيحه للحكام اللي طالعين تو الكل كون بشخصيتك وكهو معناتها راهو الحكم افون تو شخصيه راهو بشخصيتك انت تنجم تهز المباراه لبر الامان وتتحكم كيما يلزم في الـ في, الـ في الجوارات اللي عندك سورتيران وكهو. ما كنتش قاسي البارح نوعا ما شويه امين في على اداره التحكيم رينيك كتبت ستاتيو قاسي شويه سفيش قسوه نسال فيك هو شنو ستاتيو تنقول ستاتيو قلت راه يلزم ونسيدهم الرحيل الرحيل حمايه لهم ونسيدهم الرحيل علاش لازم يكون واضح اكثر شويه حتى اقول لك علاش فرصه باش توصل صوتك اكثر من فيسبوك او علاش خويا مهدي بس ما نكررش نفسي زاد لانه الكلام قلته وعودت بس ما نوليش زاد يتغشوا منك برشا ناس صحيح مش مشكل لي عادي انه يتغشوا مثالس واذا فما نقد لي انا مرحبا بيه زاد احنا نتناقشوا ونتحاوروا وبيناتنا تحكيم ومسؤوليه وانا مهدي راني كي ننقد المسؤول ولا انقد الشخص يعني وهذا انا موقفي وبس نواصل اليوم الوضع فما أزمة ثقة في قطاع التحكيم وأزمة ثقة بين سكون بين الأندية اللي هما متسببين في هذا الوضع وبين المكتب الجامعي اللي هو متسبب ومتورط في هذه العملية وبين إدارة التحكيم اللي هي الآلية اللي تخلي الوضع هذا. دونك اليوم إدارة التحكيم أنا اللي ننصحهم الحقيقة قبل البلاي أوف باش نعملوا نفس جديد يزي وخدمته بما فيه الكفاية بارك الله فيكم اليوم فما أزمة ثقة حقيقية خلي نبعثوا نفس جديد قبل الانتخابات مع البلاي اوف يزيكم فيه البركه خلي الناس انتم مش مغايتكم في اداره التحكيم مو غايتكم التحكيم هكا ولا مش المناصب خليه التحكيم بنفس جديد لعل تتبعث روح جديده وفي كل الاحوال الحقيقه
راه في ثلاثة شهور ما باش يتبدل حد في التحكيم، حتى كان زي انا ولا انت ولا خالد ما باش نبدلوا حد شيء، لكن على الاقل نبعثوا روح. فما اشخاص نجموا عندهم الثقه فيهم الناس، اكيد فما اشخاص اكيد 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 امين اكيد فما ناس يا اخي ما باش تتقطع، ما يتقدعوش الناس المسؤولين ما يتقطعوا. يعطيك صحه امين، يعطيك سعيد جدا انك كنت معايا، وان شاء الله الموسم القادم باش تكون زي معانا في المفعوله الموسم القادم يعني اللي هو غدوه ان شاء الله. ان شاء الله وان شاء الله كل عام وانتم حين بخير الناس الكل، وان شاء الله بلادنا والانسانيه بخير، وان شاء الله تحكيم افضل وكره قدم تونسيه، وان شاء الله الكوب دافريك يا ربي. خالد سعيد جدا انك كنت موجود بحذايا، يعطيكم الصحه. يعطيك الصحه فيك، عام مبروك. كل عام وفلسطين بخير، كل عام والقدس بخير، وربي ينصرهم على 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 الصهاينة هذوما، وان شاء الله كل عام والكره التونسيه بخير ان شاء الله. وربي يدي كاس صغير جست مراد السبع يا خويا، المدرب المدرب قاعد يتفاعل معنا من اول الحزق. تحيه لي تحيه لي تيجي بحضرنا، تحيه لي كل عام وانت حي بخير، وربي يفضلك العائله، والتحيه للاحباب والاصحاب الكل وللناس اللي نعرفهم الكل. انا نقول لك يعطيك الصحه وبركه الله فيك، ونشوف فما في الكام شنو اكيد باش يكون بحضرنا في الكان ان شاء الله باذن الله. اكيد اكيد باش يكون معنا حوار شيق ان شاء الله باش تعودني به مع صفين المليتي، يعني ما نحكي مع اخوك شقيق. تحيه لي، يعطيكم الصحه. فاصل بعد كده نرجعوا نحكيوا على حوصله اللي فما في الرياضه في تونس في 2023، كذلك باش يكون معنا رئيس الجامعه التونسيه للرياضه للجميع. انتم تسمعوا في زون سبور مع مهدي العيادي على اي اف ام احلى راديو. مرحبا بالجميع في زون سبور، الاربع ساعة الاخرانية من الحصة باش تكون خاصة بالحوصلة للرياضة في تونس في هذا الموسم، موسم 2023. كذلك باش يكون معنا في المباشر مروان الشيب رئيس الجامعة التونسية للرياضة للجميع. غدوة عنده ايفينمون كبير ومعروف، غطسة راس السنة، اكثر تفاصيل باش ناخذوها في المباشر معنا سي مروان الشيب كما قلت رئيس الجامعة التونسية للرياضة للجميع. مرحبا بك سي مروان، وسعيد وشكرا على قبول الدعوة. مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة. غدوة ليفينمون الكبير، غدوة غطسة راس العام اللي هي الدورة الثانية باش تتم ان شاء الله في اريانا، كي تعطينا اكثر تفاصيل عليها الدورة. غطسة راس السنة في دورتها 11، 11 دورة توا قمنا بهم. غطسة راس السنة سناج تصير في شاطئ رواد من ولاية اريانا، بحضور مختلف المواطنين من مختلف الجهات من جمعيات رياضة الجميع. تظاهرة هذه بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بأريانا وولاية أريانا، مشكورين على تسهيلاتهم لإحداث هذه التظاهرة وتنظيمها. التظاهرة هذه تكون حاضرين فيها قرابة 1500 شخص، فيها غطسة في البحر، في بحر رواد لما فيها من فوائد صحية. كذلك تكون موجودة القرية الشاطئية للرياضة الجميع اللي فيها أكثر من 20 اختصاص رياضي على الشاطئ، وين المواطنين باش يجيو يمارسوا مختلف الأنشطة الرياضية، لكن مش فقط باش يمارسوا، مش فقط باش أنهم يحتفلوا بالتظاهرة هذه أكهو، لكن باش يكون باش نوجهوهم للنوادي الرياضة الجميع ونوادي الرياضية بمختلف دور الشباب اللي تعتني برياضة المواطنة والرياضة المجتمعية، وين ينجموا يمارسوا الأنشطة بصفة دورية وعلى طول العام. هذا الهدف من التظاهرة هذه وهدف الجامعة التونسية للرياضة الجميع. يعطيك الصحة سي مروان، أكيد حاجة باهية هذايا، وخاصة صحيا سي مروان، كان خليك هكا نداء للناس اللي تسمع فيك تو باش تجي أكثر غدوة وعدد تكون أكثر لهذه التظاهرة. الدعوة مفتوحة للجميع، مرحبا بكم انطلاقا من الساعة 9 صباحا، وانت تلقاو الجو، تلقاو أيضا التحدي في الغطسة في الطقس البارد هذايا، لأنها كما قلت عندها فوائد صحية كبيرة برشا، اللي هي تعتبر حسب آراء الأطباء والمختصين أنها فاكسة من الجريب في الشتاء. كذلك تتعرفوا على رياضات متنوعة، منها رياضات جماعية، رياضات فردية، أيضا رياضات مستحدثة المختصة بهم الجامعة التونسية للرياضة الجميع. كذلك أنكم باش يقع توجيهكم اللي يحب يمارس الرياضة، وهذا هدفنا نشر ثقافة ممارسة الرياضة للجميع، وين باش تلقاو وين كل واحد اللي يروح لمنطقته ولايته أو حومته يلقى المدرس كونتاكت وينش أنه يكمل يمارس النشاط الرياضي بصفة مجانية. سي مروان خليك كلمة الختام، خاصة بما يخص الأنشطة اللي تقدمها الجامعة التونسية للرياضة للجميع. الجامعة التونسية للرياضة للجميع هي هدفها كما قلت أنها تنشر الرياضة، تشجع المواطن على ممارسة الرياضة. ممارسة الرياضة مش للميداي، مش للبوديوم،
مش للتتويجات والبطولات، لكن الرياضة للصحة، الرياضة للإدماج الاجتماعي، الرياضة لتطوير الجانب النفسي الحركي، الرياضة لذوي الإعاقة، أيضا الرياضة للصغير حتى للمسن. هذا يكون الهدف أنه باش يعتني بصحته، كذلك أنه يندمج في المجتمع وباش نجابه خاصة السلوكات المحفوفة بالمخاطر عن طريق الأنشطة الرياضية ونشر عقلية وثقافة ممارسة النشاط الرياضي. الرياضة للرياضة. شكرا لك سي مروان، سعيد جدا ان انت كنت معنا حاضر، عطيتنا فكرة على ليفن موب سير غدوة غطرة ثلاث سنة في شاطئ روية. يعطيك الصحة سي مروان. ومرحبا بالنسبة لكم. مرحبا مرحبا، ديما الباب مفتوح ليك ولكل الجامعات في برنامج زون سبور وكذلك في اف ام سبور. نحكيو تو على انجازات الرياضة التونسية في سنة 2023، باش نحكيو على العام كامل من الرياضة، شنو اللي صار، شنو التتويجات اللي صاروا في هذا العام. نبداو بكرة القدم، اكيد يتابعوا فينا على EFM TV باش يراو يعني الحوصلة كاملة. بالنسبة لكرة القدم، النجم الرياضي الساحلي هو هذا الموسم كان بطل تونس. بالنسبة لكأس تونس كان من نصيب الأولمبي الباجي. بالنسبة للإنجازات القارية في كرة القدم هذا الموسم، للأمانة كان فما نصف نهائي فقط للتشامبيونز ليج. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي كما قلت قاعدين تراو في الصور في على EFM TV، النجم الساحلي هو بطل الموسم، الأولمبي الباجي هو صاحب كأس تونس. وفي بالنسبة للإنجازات القارية نصف نهائي تشامبيونز ليج للترجي الرياضي التونسي في كرة اليد، الترجي الرياضي التونسي صاحب الكأس وصاحب البطولة، دوبلي للترجي في هذا الموسم، والمركز 25 عالميا بالنسبة لكرة اليد للترجي التونسي، دوبلي لهذا الفريق. بالنسبة لكرة الطائرة كيف كيف، الترجي التونسي دوبلي في كرة الطائرة، هذا بالنسبة للرياضات الجماعية، دوبلي للترجي في هذا الموسم. بطل إفريقيا كان من نصيب مولدية بوسالم، الفريق اللي فاجأ الجميع في هذا الموسم، بطولة إفريقيا هو لمولدية بوسالم بعد انتصارها على الزمالك المصري، انسحاب من ربع النهائي بالنسبة لكأس إفريقيا، وهذا يعتبر فشل خاصة في العبور لأولمبياد باريس 2024 بالنسبة للمنتخب التونسي، كان وصل لربع النهائي كأس تونس. بالنسبة لكرة السلة، الاتحاد المونستيري هو اللي فاز بالدوبلي، والمنتخب يفشل في الترشح لكأس العالم هذا الموسم. بالنسبة للرياضات الجماعية نعاود، في كرة القدم كانت بطولة من نصيب النجم الرياضي الساحلي وأولمبي البيجي. بالنسبة لكرة اليد دوبلي للترجي، في كرة السلة دوبلي للاتحاد المونستيري، وفي كرة الطائرة دوبلي للترجي الرياضي التونسي. نمر من الرياضات الجماعية للإجازات الفردية، خليل جندوبي كان أحرز على بطولة مانشستر في التيكواندو، أونس جابر حقت بطولة أمريكا ريتشلسون الأمريكية، وكذلك نينجبو الصينية ونهائي والبندون، والمركز السادس عالميا لأونس جابر. نجم نقول لها برافو، يعطيك صحة على البرفورمانس الكبيرة اللي تقدم فيها، في خاصة المركز السادس عالميا كما قلت، هزت زوز بطولات، بطولة ريتشلسون الأمريكية ونينجبو الصينية مع نهائي ننساوش في ويمبلدون. بالنسبة لأيوب الحفريوي كان هز زوز ميداليات ذهبية في بطولة العالم للسباحة اللي أقيمت في اليابان، زوز ميداليات كانوا في 1500 متر و 800 متر، وفضية كانت في 400 متر. نحكي ديما سباحة حرة، أيوب الحفناوي ثلاثة ميداليات في بطولة العالم، يعني الأمانة بيرفورمانس لهذا اللاعب وهذا السباح الكبير أيوب الحفناوي. نحكيو بوكس، ملكة الخليفي كانت حصلت على برونزية بطولة العالم صغريات للملاكمة اللي دارت فعاليتها في أرمينيا. ملكة الخليفي كما قلت عملت بيرفورمانس كبيرة، يعني في بطولة الصغار أصغر نجم نقوله صغريات، عنا 13 سنة من البوكس التونسي ما هزش ميدالية في بطولة العالم، وملكة الخليفي كانت حصلت على برونزية في بطولة العالم. عديد اللاعبين بيشاركوا في الألعاب الأولمبية في عديد الاختصاصات، في هما لنعطيكم اللاعبين المترشحين، 11 رياضي ترشح، كل من أيوب الحفنوي في السباحة، خليل جندوبي في التيكواندو في وزن 58 كيلوغرام، مروة أبو زيان وأحمد الجزيري في ألعاب القوة 3000 متر موانع، خلود الحليمي في الملاكمة هي كذلك ترشحت لأولمبياد باريس 2024، رحاب الوليد وألفا شيرني كذلك ترشحوا في المسدس في رياضة المسدس والرماية، خديجة الكريمي وسلمى ذوادي ومحمد طيب في التجديف ترشحوا بشاركوا في أولمبياد
باريس 2024 أفضل نتائج المحققة هذه خلال سنة 2023. نحكيه كذلك على الميداليات وترشح لألعاب الأولمبية الشتوية للشباب في رياضة التزلج. ثلاثة لاعبين ترشحوا، كل من جوناتان لوريمي، صوفي غربال، وبي المقراني. وأول مرة في تاريخ الرياضة التونسية عنا أبطال باش يشاركوا في أولمبياد الشتوية اللي باش تقام في كوريا الجنوبية أبارتير من 19 جانفي 2024. عام الرياضة التونسية نجم نقولوا عليه متوسط إن شاء الله. أكيد 2024 عنا عديد التظاهرات، كأس إفريقيا باش يبدأ في جانفي لكرة القدم، كذلك كأس إفريقيا لكرة اليد في مصر 2024. عنا أولمبياد إن شاء الله الرياضيين يتوجوا في أولمبياد هذية. في آخر الحصة احنا وصلنا آخر الحصة، حبيت نشكر الناس الكل اللي خدمت وشاركت في زون سبور. تحية خاصة لحمزة المغيربي اللي هو كان مقدم زون سبور. نشكر كل الفريق العامل باش نحاول نسميهم، عزة، نور، سفيان، إيمان، أوبا، وكذلك وسام بن حسين. تحية لي، برافو على العمل الكبير اللي قاعد يقدم فيه في زون سبور. هكا هذه آخر حصة في هذا العام، حبيت ديتيكاس للناس الكل تسمع فينا والناس الكل تشاهد فينا. أكيد إن شاء الله نقدمه، إن شاء الله نكونوا أحسن. نسنيه وتغطية خاصة على كان كوت ديفوار 24 على يافام سبور. تحية للناس الكل وشكرا يافام على إتاحة الفرصة. أصبح على خير، باي باي. انتم تسمعوا في زون سبور مع مهدي العيادي على يافام أحلى غاديو.